بنجد تحية بحضراتكم مرة تانية. هنبتدي أول فقرات برنامج الأشبال، وهنبتديها طبعا مع الإنجاز الكبير اللي عمله فريق شباب النادي الأهلي. بطولة غائبة عن النادي الأهلي منذ 5 سنوات، قدر شباب النادي الأهلي السنة دي حققوها عن جدارة واستحقاق من أول مباراة في هذه البطولة، وكان فوز مهم على الإسماعيلي في أول مباراة في ملاعب نشيمة مدينة نصر 3-0. فريق شباب النادي الأهلي فريق ما شاء الله مليء بالمواهب. عملنا اعارات السنه دي في شهر يناير، كانت اعارات مهمه قدر النادي الاهلي من خلالها يستفيد استفاده ماديه ثم استفاده فنيه، وما زال بعد الاعارات برضو فضل شباب النادي الاهلي متصدر رغم الغيابات، برغم برضو تغيير الجهاز الفني. الكابتن عادل عبد الرحمن اللي تولى المسؤوليه في بدايه المشوار وحقق انجاز على ارض الواقع، استكمل بعدها الكابتن عمرو انور، وفضل برضو النجاح والانجاز يتحقق على ارض الواقع. عايز استعرض مع حضراتكم دلوقتي مشوار او جدول ترتيب فريق الشباب بعد انتهاء البطوله. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم ترتيب الجدول، النادي الاهلي في الصداره، لعب 34 مباراه، فوز في 28 مباراه، تعادل في 4 مباريات، وخساره في ماتشين، له 74 هدف عليه 22 هدف برصيد 88 نقطة، تصدر النادي الأهلي جدول المساواة وفاز بهذه البطولة. النادي مصر مقصة في المركز الثاني. مصر مقصة كان هو المنافس الحقيقي في هذه البطولة للنادي الأهلي. مركز الثالث طلاع الجيش، مركز الرابع المقاولين العرب، مركز الخامس إنبي، المركز السادس بيراميدز، مركز السابع الإسماعيلي، ويأتي الزمالك في المركز الثامن برصيد 51 نقطة. جمع النادي الأهلي بنادي الزمالك المباراة في ختام مشوار البطولة، برغم النادي الأهلي حصل على البطولة لكن شباب النادي الأهلي برضه اللي هنتكلم معهم عن تفاصيل هذه المباراة، أخذوا المباراة بتصميم بعد خسارتهم المباراة الأولى في الدور الأول، حبوا يردوا في مباراة الدور الثاني وفاز النادي الأهلي 2-1. يأتي الزمالك زي ما قلنا لحضراتكم في المركز الثامن. في المركز التاسع حرس الحدود. هنستكمل مع حضراتكم باقي الجدول. في المركز العاشر بتروجيت، مركز ال11 الاتحاد السكندري، ال12 وادي دجله، 13 نجوم اف سي، ال14 سموحه، 15 الجونه، 16 نتاج الحربي، المركز ال17 المصري، وفي المركز الاخير مركز 18 ياتي نادي الداخليه. ما شاء الله انجاز رائع لشباب النادي الاهلي زي ما اقول لحضراتكم، يعني فريق مليء بالمواهب. تم تصعيد ايضا برضو لاعبين منهم للفريق الاول. هدافه الاهلي مواليد 97 في بطوله دوري الجمهوريه، اللاعب فادي فريد برصيد 11 هدف. بالمناسبه اللاعب فادي فريد كان تم اعارته في بدايه الموسم لفريق الجونه، رجع تاني في يناير ل 11 هدف احرزهم من شهر يناير لشهر 4، يعني في حوالي 3-4 شهور. لاعب ايضا هشام شعبان من اللاعبين المميزين داخل النادي الاهلي، هشام شعبان وهو من مدرسه الكره المتربيه في النادي الاهلي رصيد 7 اهداف. واللاعب مصطفى عزت ايضا من اللاعب الموهوبين داخل فريق النادي الاهلي برصيد 7 اهداف. دي كانت ابرز الارقام وترتيب الجدول في فريق شباب النادي الاهلي.